أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى من استوديو صوت العدالة. حالة إنسانية استثنائية. فاطمة الزهراء 27 عام، ما عندهاش اليدين وما عندهاش الرجل اليسرية. عاشت 27 عام وهي تعاني الأمرين، ولكن الغريب في الأمر أنها فرحانة وكتقول الحمد لله هادشي اللي عطاني الله. كتدقنا غشوكة كنبقاو نعانيو، كتقاس غير في طرف من الأطراف ديالك، تهرس السيولة وكتبقى شادة داك رجليك وليديك واحد المدة ما كتقدرش تصبر. فبالأحرى وحدة ما عندهاش اليدين وما عندهاش رجل، خليقة ديال الله عز وجل بحال هكا، كتب عليها الله عز وجل وتزوجات، جا واحد الانسان اللي بغاها وبغاتو، توكلات على الله معاه وتزوجات، ولدات معاه بنية، فإذا به تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هنا كيخرجوا الأهل ديالو تيتقلبوا على الابن ديالهم تيقولوا ليه داوي الاحتياجات الخاصة، ما عندنا ما نديروا بها. شنو لوحوها بالزنقة ومشى مع العائلة ديالو في التوجه ديالهم، وخلى فاطمة الزهراء معلقة ببنتها تعاني الأمرين بالمسؤولية ديال واحد الطفلة يلاه تزادت. غادي نسمعوا مع فاطمة الزهراء ونسمعوا معاها كيفاش عاشت حياتها 27 عام، وغتعرفوا هذا الراجل شنو اللي دار ليها. فاطمة الزهراء مرحبا بك على صوت العدالة، جيتي عندنا من سيدي يحيى الغرب، مرحبا بك اختي. احكي لي يا فاطمة الزهراء، كيفاش تزاديتي، كيفاش كبرتي، كيفاش عشتي حياتك، كيفاش تزوجتي؟ السلام عليكم، انا فاطمه الزهراء البوشتي. انا المعاناه ديالي ملي تزادت معايا. الاب ديالي كاع ما بغاني، قال الام ديالي اش هاد الخليقه، ديما كيعايرني بالعوجة، ديما ماما ما قدتش تصبر، بقات معايا حتى ولدت اختي وصافي طلقات، بقى فيا الحال. علاش الناس كيرفعوا لك والاب ديالك سلاوحك؟ لحد الان عندي 27 كنمشي غير عنده، مرته ما كتخلينيش ندخل. الاب ديالك ولد يحيى الغرب؟ لا، وتقنيطره الاب ديالي. انا عندي با وانا ما عنديش با، انا عندي با حي وبا ميت. تنشوف انا شي بنت عندها با، انا كيضرني خاطري بزاف بسبب با. انايا خرجت من صغري ما قريت، ما درت حتى حاجه بحال الناس، حتى وصلت ل 11 عام عاد واحد السيد دخلني نقرا المدرسه، وصلت حد السادس وخرجت. هذا محسن، هذا غير دار فيك الخير، والاب ديالك ما داروش. الاب ديالي ما داروش فيا. هاد السيد كنشكرو بزاف، ما عمري ننسى خير، هو اللي دار لي رجل، هو اللي قراني، دار لك رجل اصطناعي. ملي وصلت للسادس اضطريت نخرج باش نعاون راسي، باش نكون حتى انا عندي بزاف بحال البنات. خرجت كنبيع مع خالي الخبز في السواق في الجرده، بقيت كنبيعو. كيف كديري تبيعي الخبز زولا؟ اللي كيجي عندي يشري الخبز كنقول له خذ من الفيترينه ودير راسك في الميكا، واللي مكلخ كيبقى يقول لك انت ما تعرفيش تقابلي علاش قاعده هنايا. المجتمع خايب بزاف، تلقى مع الصعوبات. انا راضيه بالخليقه ديالي، والناس شنو دخلهم، انا راضيه بحكم الله. صافي بقيت تاجر الزوج اللي خديت، ملي ديما هو كليان ديالي كياخذ من عندي الخبز، كياخذ من عندي ديما كنخلي له خمسه ديالو، ديما هادي فيكس كنخليها له مع الخمسه. واحد النهار قال لي
واش ما عندكش الاب ديالك ولا الخوت ديالك اللي يخدموا عليك وتجلسي انت معذبه في الشتاء في برد بزاف هاد الشيء عليك انتيا؟ قلت له ما عنديش اللي يدير لي هاد الشيء، انا عندي با ولكن با سامح فيا من الصغر، عاد يعقل عليا دابا ملي كبرت. فاطمه الزهراء، على ذكر باك، واش باك مخلاكم لا مصروف لا حتى شي حاجه ما تعقل عليكم؟ ما عمرو قال علينا، ما عمرو طالما من نفقه عيت مدعي فيه، ما عمرو عطانا حتى شي حاجه. انا كبرت غير مع الناس، انا غير بنت باب الله، انايا كبرت غير مع المحسنين ومع الناس هكا اللي كيعطيك هذه اللي كيجيب لك هاد الحويجة. حتى كبرت فاطمه الزهراء والزوج ديالي هو يقول لي قال لك نهضر معاك، قلت له اه هضر معايا. قال لي دابا فاش يلاه غيتلاقى معاك؟ فاش يتلاقى معايا اول مره قال لي تزوجي بيا، قلت له لا كيفاش نتزوج بيك؟ ضحك عليا هو يقول لي لا ما كنضحكش عليك، انا كنهضر معاك بالمعقول. واخا انت قبل ما يقول لك هذا قبل ما يقترح عليك اقتراح ديال الزواج، عمرك فكرتي انك غتزوجي ولا غت؟ كنت فاقده الامل، كنقول شكون هياخذني؟ ما عمري كنت كنفكر، كنشوف غير شي بنت والده ولا شي حد كنبقى فيا الحال، ولا كنشوف شي وحده مجوجه، ولكن ربي الحمد لله ما حرمنيش من هذه اللحظه. حتى انا درت عرسي وحتى انا فرحت بحال البنات. تقدم ليك بالتقاليد بكل شيء، كل شيء جابوه هو هذاك. جاو دارهم؟ لا ما جاوش دارهم، ملي عيط ليهم قال لهم مشي نخطب واحد بنت الناس راني لقيتها راه من ذوي احتياجات خاصه، مو شدت العكس معاه. قالت له يا ما حضرت لا الام ديالو لا الاب ديالو، وصافي وكملنا في الطريق ديالنا. تزوجتي على سنه الله ورسوله عيشه بخير وعلى خير. شحال وانت مجوجه به؟ دابا حنا طالعين في 3 سنين باش مجوجين. باش تزوج؟ اه. شنو اللي غيوقع؟ لا وقع هي امو بزاف بزاف. امتى هادشي؟ فاش كنت حامله تما في مكناس، حقاش انا تقربت نولد عاد جيت لدارنا. ملي تزوجتي داك المكناس؟ داري المكناس كراليا. كتجي امو كتبقى تقول لي نعطيك الفلوس نعطيك اللي بغيتي وسيري بحالك سيري بحالك. انا فين نمشي بحالي؟ انا تزوجت باش انا ندير مستقبلي وتا انا ندير داري وندير وليداتي، مش انا نتهنى من تماره. من صغري ما فرحتش براسي، ما عمري انا لعبت بالطفوله ديالي ولا عرفت الطفوله ديالي كيفاش دازت. فاطمه الزهراء ما تزادش، هي اللي هزه راسها. فاطمه الزهراء كيفاش كانت المعامله ديالو معاك ملي كنتي معاه؟ كان المعامله ديالي معاه زوينه، كان ما كيفاش كان كيعاملني؟ كان كيعاملني زوين، كان مهلي فيا، مقابلني، رد لي البال، حاضيني ديال بصح، بكل شيء مكلف ليا هو بكل شيء. تجات مو قلبت كل شيء راسا على عقب. تجات مو قلبت كل شيء، هي اللي قلبت ليا حياتي، خرجت ليا ما خرجتش عليا انا. انا كما كان الحال غادي نعيش، شنو ذنب البنت؟ انا درت معاه بنت. شحال عندها دابا؟ بنت عندها عام وشهرين، ما بقاتش فيها هذيك البنت، هذيك البنت على الاقل الا ما بقيتش فيها انا تبقى فيها غير البنت، دير غير عمري انا شفت شي ام كتبغي تفرق ولدها على بنته. هاد المراه راه هاد المراه راه بزاف، انا ما نقدرش. ما مطلقينش فاطمه الزهراء؟ كيصرف عليك ما كيصرفش؟ مره كيروف عليا، ولكن هو اكثريه بالعربيه هو ولد امه، كيسمع لامه بزاف، اللي قالتها امه هي اللي كتكون. لا حول ولا قوه. فاطمه الزهراء عشتي حياتك كامله من ذوي الاحتياجات الخاصه، ما كاينش اللي يدين بجوج، وحده كاين فيها هاد الدراع وحده ما كاينش حتى الدراع، ما كاينش رجليك لاباراي. كي كديري تاكلي تشربي تقضي الحوائج ديالك؟ شنو كيفاش كديري؟ كلشي كنديرو برجلي الحمد لله. رجل صحيحه؟ رجل صحيحه كندير بها كلشي الحمد لله. كتاكلي بها؟ اه كناكل بها، كنبدل بنتي بها، مقابله بنتي بها الحمد لله. شكون اللي كيعاونك شويه في بنتك؟ اكثر ماما هي اللي مقابله ليا بنتي. كون ما كانتش ماما انا كيفاش غندير لهاد البنت؟ كيفاش ما تندوخ؟ انا ملي كنجي نفكر والمشكله ماما مريضه ليا، ما تبقى نفكر كيفاش ندير هاد البنت نقابلها. دابا انا فاش جيت عندكم راني لقيت مشكل البنت، لقيت خاصني نقلب لي بدلا ليكوش.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أول ظلم تعرضت لي فاطمة الزهراء هو من الأب ديالها. ديالها اللي عطاه الله، عطاه والله الا عطاه الجنه، حق الله العظيم الى الاب ديالها ربي عطاه الجنه. لو كان حسن بهاد الدريه ورباها وشاف الحاجيات ديالها، ولكن هو غير شافها كيفاش تولدات ما بقاش تقبل الوضع، وخلاها هي وختها وزاد، ومع ذلك عاشت فاطمة الزهراء، عاشت باللي عطى الله، قبلات بالحكم ديال الله عز وجل، وعاشت حياتها، حتى ربي كتب لها هاد ولد الناس اللي هي كانت بعيدة كل البعد أنها تفكر في الزواج ولا في. الصراحة والله ما قدرت ندوي بالله من هول هاد الحالة اللي كتعيش فاطمة الزهراء، والظلم ديال الإنسان على خوه الإنسان. فاطمة الزهراء ملي تقدم لها هاد ولد الناس وبغاها على سنة الله ورسوله تزوجات، كيف سمعتو العدوزة اللي هي الأم ديالو ما خلاتهاش هانية. ما كنقولوش طاعة الوالدين واجبة علينا، ايه طيع والديك، ولكن طيعهم في شي حاجة اللي ما تغضبش الله. اما باش تجيب بنت الناس وتولي عندك معاها بنية وتلوح حتى هي تنتا للزنقة، فهنا ما كتبقاش طاعة الوالدين، هنا وليتي معصية ديال الخالق، درتي واحد المعصية وهي انك لحتي الكبدة ديالك. اش بغيتي تقول لي يا فاطمة بصح؟ بغيت نقول لك حتى المجتمع ما خايبش، فاش كيخرج غير القهوة ولا كيخرج غادي للتران غادي بحالو كيبقاو يقولوا له ما لقيتي ما تاخذ غير هذيك لا يدين لا رجل باش تنفعك. علاش حشومة؟ انا راه انا انسانة، ماني انا ماشي انسانة راه حشومة. ديما الناس من كنكون غادا انا وهي ما كيخليونيش في راحتي، الناس من القهوة كلشي حاضينا كلشي كيبقى يشوف فينا. علاش انا حيوان؟ انا ماشي بنادم، حتى انا عندي نفس. علاش انا كنقول هذيك كيبقى يشوف، هذيك كتبقى تقول ليها لصاحبتها وشوفي يا احنا بيدينا وما جبناش راجل بحال هذا. لا حول ولا قوة الا بالله. المجتمع هو اخطر ما كاين، ملي كتلقى بعض العقول المتحجرة، بعض العقول اللي كتفكر التفكير اللي سلبي. علاش ما نفرحوش لفاطمة الزهراء ونقولوا ربي نقدها، جاب الله ليها واحد ولد الناس اللي غيعيش معاها الحياة ديالها ويعاونها في الحياة ديالها؟ علاش ما نقولوش تبارك الله ما شاء الله؟ علاش؟ واش ما عندهاش حق في الحياة؟ واش فاطمة الزهراء حين تزادت من ذوي الاحتياجات الخاصة غنشدوها ونسدو عليها؟ حتى هي عندها حق في الحياة. ما يمكنش اننا نسلبوا لها هذا الحق هذا. فأعزائي المشاهدين، الرقم ديال فاطمة الزهراء كاين في العنوان، كذلك ملي غنحط في الفيديو في اليوتيوب غادي نحط النمره ديالها على الشاشه. كنتمنى من الله عز وجل ان هاد البنيه تلقى اذان صاغيه، تلقى ناس اللي غيقدروا يعاونوها. والحمد لله عندنا من المحسنين اللي ما غاديش لا يعدون،
وهادشي لمسناه في فيديوهات ديال الحالات الإنسانية اللي كنحطو. أرجوكم ثم أرجوكم، فاطمة الزهرة محتاجة لسكان، أنها كتعيش غير مع خوالها، والحاضن هي الجدة، إلا مست هاد الجدة يلوحوها للزنقة. كنتمنى من الله عز وجل أن فاطمة الزهرة تلقى المغاربة القلوب الحنينة اللي غتقدر تعاونها. فاطمة الزهرة، شنو الرسالة اللي تقدري توجهي للزوج ديالك؟ الرسالة اللي نقدر نوصل له هي ما يديرش بالوجه ديالي انا، يعني يدير غير بوجه هذيك البنت. ان كنطلب منهم يشوفوا، ما عمرهم من نهار ولدتها دابا عندها عام وشهرين، ما عمرهم جابوا لا لبسه لا ليكوش لا حتى شي حاجه، موبا ما عمرهم جابوا البنت ولدهم كادو، غير الناس ما كنعرفهمش كيجيبوا ليا. هادشي اللي كيضرني انا. الله يهدي مخلق. كنتمنى ان هاد ولد الناس كيف قالت فاطمة الزهرة يشوف غير من حال الابنه ديالو اللي هي من صلبه، ما يشوفش من حال فاطمة الزهرة. اعزائي المشاهدين، كان معكم في التعليق الحرابي الكبير، الى اللقاء.